تاريخ الحكم في قطر. شجرة العائلة الحاكمة في قطر. يعتلي شجرة العائلة الحاكمة في قطر وفق تاريخ الإمارة الشيخ محمد بن ثاني آل ثاني، خلفه الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني، وبعده تولى حكم الإمارة الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني. الشيخ عبد الله كان له من الأولاد ثلاثة، الشيخ حسن بن عبد الله آل ثاني، والشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، وهو جد الشيخ حمد الحاكم الحالي لإمارة قطر. أما الثالث فهو الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني. وبين هذين الأخيرين بدأت قصة انقلابات الحكم في عائلة آل ثاني. بداية قصة انقلابات الحكم في قطر. بدأت القصة عندما عين الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني شقيقه علي خلفا له، لأنه أصلح من ابنه خليفة، لكن الشقيق علي ترك الحكم لابنه أحمد ولم يعده لابن شقيقه خليفة، فكان ذلك هو التحول الذي أدى فيما بعد إلى سلسلة الانقلابات العائلية التي انتهت إلى الآن بوصول الشيخ حمد الحاكم الحالي إلى كرسي الإمارة بعد انقلابه على أبيه خليفة بن حمد آل ثاني عام 1995. عندما استقلت قطر عن بريطانيا عام 71 كانت المشيخة تحت حكم الشيخ أحمد بن علي آل ثاني الذي آثره أبوه بالإمارة بدل إعادتها إلى ابن أخيه خليفة كما كان منتظرا. فبدلا من ذلك تم الاكتفاء بتعيين خليفة وليا للعهد، إلا إنه لم يقنع بذلك طويلا فأطاح بابن عمه بانقلاب عسكري، ثم قام بتوطيد حكمه من خلال تسليم مفاصل الدولة لأولاده. موقع أمير قطر الحالي الشيخ حمد بين إخوته. للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 18 ابنا، 13 بنتا، وخمسة أولاد. الشيخ حمد الحاكم الحالي للبلاد، والشيخ عبد العزيز، والشيخ عبد الله، والشيخ محمد، والشيخ جاسم. الشيخ حمد كان أكبر أولاد خليفة، وكان أقلهم اهتماما بدراسته وتعليمه. أنهى دراسته الثانوية بصعوبة بالغة وبتدخل أميري، ثم أرسل إلى كلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا. لم يتمكن حمد من إنهاء الدراسة في الكلية المذكورة، حيث فصل منها بعد 9 أشهر، إلا أنه عاد إلى قطر برتبة جنرال، وبعد وصوله البلاد أصبح قائدا للجيش ثم وليا للعهد عام 71. زواج الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تزوج 3 مرات. زواجه الأول كان من ابنة عمه مريم بنت محمد بن حمد آل ثاني، وله منها مشعل وفهد. وزواجه الثاني كان من موزة بنت ناصر المسند، وله منها تميم وهند والمياسة وجاسم وجوعان وخليفة ومحمد. أما زواجه الثاني فكان من ابنة عمه نور بنت خالد بن حمد آل ثاني، وله منها خالد وعبد الله ومحمد وخليفة والقعقاع. تزويج حمد بموزة بنت ناصر المسند كان صفقة سياسية بامتياز بين آل خليفة وآل المسند، صفقة تهدف إلى وضع حد لطموحات آل المسند. ناصر المسند كان من أشد المعارضين لحكم خليفة، فتم تزويج حمد بن موزة مقابل امتيازات وسلطات غير عادية منحت لآل المسند. ومن حيث كان هذا الزواج صفقة لجمت أحلام آل المسند في كرسي الإمارة على المدى القريب، كان في الوقت نفسه الضربة القاضية على حكم الشيخ خليفة نهائيا على المدى الأبعد قليلا. زواج قلب تاريخ العائلة. لم تقنع الشيخ موزة بأن تكون مجرد زوجة ولي العهد،
وخاصة أن صحة الأمير خليفة بن حمد وقتها كانت توحي بطول بقائه على قيد الحياة نظريا على الأقل. وساعدها فيما أرادت كون زوجها الشيخ حمد طامحا في خلافة أبيه وقلقا من نفوذ أبناء عمومته الذين جاهروا بأحقيتهم في الحكم، فسارعت بإيقاد النار تحت الطبخة لزوجها كي يتغدى بهم قبل أن يتعشوا به. موقع موزة القريب من العائلة الحاكمة لكونها زوجة الشيخ حمد ولي العهد مكنها من ملاحظة اهتمام الجد خليفة بحفيده مشعل، وهو ابن زوجها من زواجه الأول على اعتباره الحاكم القادم، وخصوصا أن زوجها حمد مصاب بقصور في عمل الكلى وموته كان متوقعا في أي لحظة، فكان لزاما عليها أن تسرع في التخطيط والتنفيذ قبل حصول أي مكروه لزوجها، فتضيع بذلك الفرصة من يدها إلى الأبد. السيف الذي ضربت به موزة. لم تكن الشيخة موزة لتستطيع وحدها أن تخطط وتدبر وتنفذ، فلم تجد بدا من اختيار شخص يتمتع بالحنكة والقوة الكافيتين للقيام بهذه المهمة، فكان ذاك الشخص من أبناء العائلة نفسها، وهو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الحالي. زوجة الشيخ المعزول خليفة هي أخت حمد بن جاسم، وقيل إن الأخت قطعت علاقتها بأخيها وأصدرت بيانا داخليا في أوساط العائلة وزعته من مقر إقامتها آنذاك في أبوظبي، وأعلنت فيه براءتها من أخيها حمد بن جاسم ومن ولديها عبد الله ومحمد اللذين انضما إلى أخيهما حمد في انقلابه على أبيه بعد أن وزع الكعكة على الجميع. حكاية انقلاب الابن على أبيه. الثلاثاء، 27 من حزيران يونيو عام 1995، كان الشيخ خليفة قد غادر قطر إلى أوروبا في رحلة استجمام كعادة شيوخ ومترفي الخليج العربي خلال فصل الصيف. أجري للأمير حفل وداع في مطار الدوحة، والشيخ حمد قبل يد والده الأمير أمام عدسات التلفزة. قبلة كانت طابعا وختما وقع بهما حمد فكا قلب تاريخ الإمارة، فمن كان وليا للعهد بات بتلك القبلة أميرا، ومن كان أميرا لم يعد بعدها شيئا. قبلة أعلنت أنها الفاصل بين رسم خطة الانقلاب والبدء بتنفيذها، خطة إطاحة الابن بحكم أبيه. الانقلاب التلفزيوني. مصادر مقربة من الشيخ الأب خليفة قالت إن ابنه الشيخ حمد وجه الدعوة إلى وجهاء المشيخة، ثم قام التلفزيون بتصويرهم وهم يسلمون عليه. من وجهة نظر الوجهاء كانت الدعوة دعوة عادية، لم يكن الوجهاء يعرفون أن هذا الحفل وهذه المصافحة ستقدم للعلن على أنها مبايعة للأمير الجديد. في صبيحة يوم الثلاثاء قطع تلفزيون قطر إرساله لإعلان البيان رقم 1، وما كان متوقعا حدث. عرض التلفزيون صورا لوجهاء المشيخة وهم يقدمون البيعة للشيخ حمد خلفا لأبيه، وقيل فيما بعد إن المشاهد التي عرضت دون صوت كانت ممنتجة بطريقة تخدم فكرة الإيحاء بالمبايعة، ما دفع وسائل الإعلام إلى وصف الانقلاب بأنه انقلاب تلفزيوني. اهتزازات ما بعد زلزال الانقلاب. الانقلاب تمخض عن اعتقال 36 شخصا من المقربين للشيخ الأب خليفة، وتم الزج بهم في سجن بوهامور. وفي شباط فبراير عام 1996 أعلن عن اكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم الجديد يتزعمها ابن عم الشيخ خليفة، ويبدو أن أولاد الشيخ حمد الحاكم الجديد للبلاد قد شاركوا بشكل أو بآخر في المؤامرة انتصارا لجدهم
فكان في ذلك فرصة ذهبية لشيخة موزة لكي تفرغ الساحة امام ولديها جاسم وتميم، وقد استغلتها على افضل وجه. فمصدر القلق القديم مشعل ابن ضرتها الاولى صار في المرمى تماما. اتهمته بالتآمر مع جده على ابيه، اي على زوجها، فعزل من جميع مناصبه العسكرية ووضع تحت الإقامة الجبرية بإشراف ولدها جاسم الذي بات يتولى جميع الشؤون الأمنية في الدولة، ومنها رئاسة جهاز المخابرات القطرية. أما أخوه فهد فقد كان مصيره مشابها، اتهم بدعم الأفغان العرب من خلال ما سمي بعلاقته الوطيدة بأسامة بن لادن حينذاك، فاتهم بأنه إسلامي متطرف وعزل من سلاح الدروع. ثم اخيرا وبسبب ميوله الدينية اتهم بالجنون ليوضع تحت الإقامة الجبرية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد والده حمد بن خليفة الذي ترسخ وجوده كأمير مستقبليا للبلاد. وتتويجا لكل ذلك تم في تشرين الاول اكتوبر عام 96 تعيين الابن البكر لموزة الشيخ جاسم بن حمد وليا للعهد. توزيع كعكة الانقلاب. ما كان للانقلاب ان ينجح لو لم تدفعه ايدا من داخل العائلة الحاكمة نفسها، فزوجة الامير المخلوع خليفة تبرأت من اخيها حمد بن جاسم ومن ابنيها عبد الله ومحمد لمشاركتهما في المؤامرة. فكان لزاما على الامير الجديد ان يقوم بتوزيع يرضي الجميع درءا لاي التفاف غير محسوب العواقب، فمنح رئاسة الوزراء لاخيه عبد الله، ونصب خاله حمد بن جاسم وزيرا للخارجية، والذي اصبح في العام 2003 رئيسا للوزراء مع احتفاظه بوزارة الخارجية بعد استقالة الشيخ عبد الله. فضائح كان لابد منها. عدم قبول الامر الواقع من الاب المبعد عن الامارة من قبل ابنه وقيادته لمحاولة انقلاب عليه بعد اقل من عام واحد ادى الى اضطرار الابن والامير الجديد الباحث عن توطيد ملكه الشيخ حمد الى اللعب بورقة فضائح الفساد ضد ابيه، ما ادى الى تكشف الكثير من الاسرار حول علاقات الامارة الاقليمية والدولية. فقد تبين ان عائدات النفط تذهب بالكامل الى حساب شخصي باسم الامير حوالي 10 مليارات دولار، وان اقل من 20% من هذا الدخل يصرف على سكان المشيخة والاجهزة الخدمية والمرافق العامة فيها. وتبين ايضا ان للامير حصة معلومة في جميع الشركات والمؤسسات العاملة في المشيخة، وان جميع رشاوى وعمولات صفقات العلاج والسلاح وخلافه تذهب الى الامير واولاده، اولاده الذين يفترض ان الامير الجديد نفسه كان منهم وفيهم. هذه الاسرار خرجت الى العلن بعد ان قام الابن بالطلب رسميا من البنوك السويسرية بالحجر على اموال ابيه خليفة على اعتبار انها تعود للمشيخة. اللعب بورقة الفساد من قبل الامير حمد ضد ابيه اتت اكلها، فالهدف الحقيقي لم يكن اعادة اموال الدولة الى خزائنها، وانما كان كف تفكير الاب خليفة عن اي محاولة للعودة الى الحكم. وهذا ما كان، فقد سوي الامر بوساطات عربية، فتعهد الاب بالامتناع عن القيام باي تحركات مريبة او الاتصال بمؤيديه في الداخل، ووافق على تسليم كبار معاونيه ممن كانوا انذاك يقيمون في ابوظبي. الطريق الى واشنطن. خطة الانقلاب في عالم الملكيات والامارات لا يكتمل نجاحها بضمان الحاضر للاب الحاكم فقط، وانما بضمان المستقبل للاولاد اولياء العهد ايضا. وهذا بالضبط ما وعته الشيخ موزة جيدا. زوجها يعاني من انهيار في عمل الكلى، وتنصيب ابنها الشيخ الصغير جاسم وليا للعهد لا يكفي مبدئيا، خاصة وان له اكثر من خصم وند، فاخواه من زوجات ابيه يطلبان حقهما في الامارة، وعمه عبد الله
قوي وله وزنه ويرى نفسه احق بالمشيخة. لذلك كان لزاما عليها ان تطور علاقاتها في اوساط الاسرة الحاكمة لضمان المشيخة والامارة لاولادها هي دون غيرهم. وتعبيد الطريق الى واشنطن على بعده جغرافيا كان الاقصر سياسيا بالنسبة الى الشيخة التي لا تحترف لعبة السياسة. الصورة الجديدة للشيخة. الشيخة موزا سبقت ابنها الصغير الى واشنطن في اول زيارة قام بها الى امريكا بعد ان تولى ولاية العهد. وقيل يومها ان الشيخة موزا تقدم نفسها كشيخة خليجية متحررة، ترتدي الجينز وتخرج دون محرم، الامر الذي لم تعرفه عادات اهل الخليج العربي عموما واهل قطر خصوصا، غير انها لا تضع العباءة ولا النقاب ايضا. واظهرت النتائج فيما بعد ان زيارة جاسم الى واشنطن وقبلها زيارة امه موزة كانت تهدف الى الحصول على ضمانات امريكية بدعم الحكم الحالي سياسيا وعسكريا من خلال الوجود العسكري الامريكي في قطر. الا ان الوقائع على ما يبدو بينت فيما بعد ان الشيخ الصغير جاسم لا يصلح لتحقيق ذلك على المدى البعيد. ففي العام 2003 تنازل الشيخ جاسم لاخيه الشيخ تميم عن ولاية العهد لاسباب كانت غامضة للمحيطين بالاسرة الحاكمة. واشنطن كلها في قطر. الدبلوماسي الاسرائيلي سامي ريفيل الذي كان رئيس اول مكتب لتمثيل المصالح الاسرائيلية في الدوحة خلال الفترة بين عامي 96 و99 ربط في كتاب له كانت قد صدرت ترجمته الى العربية عن دار نشر جزيرة الورد في القاهرة، ربط بين صعود الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير قطر الى سدة الحكم بعد انقلابه على والده وبين تسريع نمو العلاقات بين قطر واسرائيل. فقال ان الامير سارع الى توطيد علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الامريكية عبر توقيع اتفاقية دفاع مشترك معها والسماح لها باقامة قواعد عسكرية امريكية في بلاده، الامر الذي وفر حماية امريكية للامارة في مواجهة اي ضغوط قد تتعرض لها من جانب الكبار المحيطين بها. وذكر بتصريح ادلى به الامير القطري الجديد لقناة NBC بعد 3 شهور فقط من توليه الحكم، قال فيه: هناك خطة لمشروع غاز بين قطر واسرائيل والاردن ويجري تنفيذها. وطالب الامير بالغاء الحصار الاقتصادي المفروض من جانب العرب على اسرائيل. ويقول سامي ريفيل ان اقبال قطر على التطبيع مع اسرائيل وتصدير الغاز اليها تحديدا كانا يستهدفان الترويج عالميا للحقل الشمالي الموجود في قطر الذي يوصف بانه اكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، ويقدر حجم الغاز الموجود فيه بما يزيد على 25 تريليون متر مكعب. ويدعي ريفيل ان التوترات التي شهدتها العلاقات المصرية القطرية ترجع الى الضغوط التي مارستها مصر على قطر لكبح جماح علاقاتها المتسارعة باتجاه اسرائيل بسبب قلق القاهرة على مكانتها الاقليمية من الناحية السياسية وخوفا من ان تفوز الدوحة بصفقة توريد الغاز لاسرائيل بدلا من مصر، وهي الصفقة التي كانت وما زالت تثير الكثير من الجدل في الاوساط السياسية والاقتصادية والشعبية ايضا. ومصادر في المعارضة القطرية تؤكد من ناحية اخرى ايضا ان الامير حمد بن خليفة آل ثاني قد عرض مقابل الوجود الامريكي في بلاده الذي يؤمن ديمومة حكمه للبلاد عرض تطبيع علاقته باسرائيل وفتح انابيب الغاز القطري عن اخرها لاضاءة اوروبا وتحويل الوجود العسكري الامريكي في قطر الى وجود دائم يفوق عدده وامكاناته الوجود الامريكي في القواعد الامريكية في البحرين وخاصة قاعدة العديد الامريكية الجوية في قطر. فوفقا لتقرير نشرته جديلة وول ستريت جورنال فان مدرج هذا المطار يعتبر الاطول في جميع مطارات الشرق الاوسط اذ يبلغ طوله 4500 متر،
وقد بلغت تكلفة بناء هذا المطار أكثر من مليار دولار، رغم أن قطر لا تمتلك أكثر من 12 طائرة حربية حينذاك. وفي هذا السياق يقول الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير الخارجية القطري: نحن لا نستطيع الدفاع عن قطر إذا قامت قوة كبيرة بمهاجمتنا، فنحن بحاجة إلى وجود القوات الأمريكية، والولايات المتحدة بحاجة إلينا. حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الرجل الذي يقدر الأمير إمكانياته وقدراته جيدا، فالسر الذي لا يعرفه الكثيرون هو أن الأمير حمد بن خليفة لا يغادر البلاد إلا ويطلب من خاله ووزير خارجيته ورئيس حكومته الخروج من البلاد أيضا، فمن ناحية هو لا يريد أن يكرر زلة والده، ومن ناحية أخرى هو في حاجة دائمة لخدمات بن جاسم. فبمعزل عن أي شيء آخر، حمد بن جاسم منح لقطر ذخرها الأكبر، قناة الجزيرة. قطر ضمن الحماية، وأول الشروط قناة الجزيرة. في منتصف التسعينيات وصل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى سدة الحكم في قطر. التطبيع مع إسرائيل والتواجد العسكري الأمريكي في البلاد لم يكونا الشرطين الوحيدين لحماية عرش الأمير، بل كان لزاما على قطر أن تربي في جرتها فرخ كوبرا صغيرا لم يلبث أن كبر واستشرس، وعلى نغمات الناي كانت تلك الأفعى تخرج رأسها تبث سمها ثم تخبو وقت الطلب. في منتصف التسعينيات اضطرت شبكة بي بي سي بالعربية أن تغلق مكاتبها كنتيجة لسياسات الرقابة المتشددة للعربية السعودية التي كانت شريكا في القناة. قطر لاحظت الفرصة، وفي نيسان عام 1996 بعد أقل من سنة من صعود حمد بن خليفة إلى الحكم أسس محطة تلفزيون الجزيرة. ومنذ إقامة المحطة قال القطريون بأنها قناة مستقلة تعمل دون تدخل حكومي، ولكن عمليا وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني عين رجاله لإدارتها، وربط ممثليات وزارة الخارجية القطرية بمهمة دفعها إلى الأمام. ماذا أريد من الجزيرة؟ الجزيرة باتت تشكل مصدرا للشرعية الأساس لحكم الأمير حمد، خليط من محطة تلفزيونية شعبية وثراء لا حصر له، يسمح لابن خليفة بالانطلاق في مغامرات اقتصادية لا يمكن تخيلها لتحسين صورته، كأن يتعهد بصرف 37 مليار دولار على استضافة مونديال عام 2022 لكرة القدم، وكأن يشتري امتيازا بتغطية قميص نادي برشلونة ب 165 مليون يورو، او ان ينافس على ملكية نادي مانشستر يونايتد. يضاف الى ذلك القيام بالحملات التي من شأنها ان تخدم مصالح الامارة والامير. ففي عام 1996 مثلا استثمرت قطر اكثر من مليار دولار في بناء قاعدة العديد الامريكية، ولكن في السنوات الاولى رأت قطر ان الامريكيين يخصصون للقاعدة مهام متواضعة كمعسكر تخزين، فطلب الامير من الجزيرة ان تشن حملة اعلامية تطالب باخراج القوات الامريكية من جزيرة العرب اي من السعودية حتى تنتقل الى بلاده قطر، وهذا ما حدث فعلا. وبعد ذلك لم تكرر قناة الجزيرة الحديث عن القواعد الامريكية بعد ان بنت امريكا قاعدتين في قطر. ومع الزمن قطف القطريون مردودهم، فمعظم القوات التي كانت في السعودية نقلت الى قطر، وهكذا اصبحت قناة الجزيرة تظهر رأسها احيانا وتخفيه احيانا اخرى، تسلط الضوء على امور وتغيب نهائيا عن اخرى، لتترجم التنسيق والتفاهم القطري الامريكي في اوضح صوره. ففي الوقت الذي وجدت امريكا نفسها بحاجة الى قلب خارطة المنطقة في بداية العام 2011، تحولت الجزيرة بكل ما تملك لخدمة هذا التوجه ولو على حساب اي دماء عربية تراق.
وفي وقت تغض فيه الطرف عن كل ما يجري من انتهاكات في فلسطين المحتلة من قتل وتوسع استيطانيا من جهة، وعن كل التجاوزات وقضايا الفساد التي تحدث في قطر نفسها من جهة ثانية. مستقبل الحكم في قطر الى اين؟ تم الاعلان مؤخرا عن احباط محاولة انقلاب على حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في قطر، قادها قائد اركان الجيش القطري اللواء حمد بن علي العطية، وجرى بعدها عزل ما لا يقل عن 30 ضابطا في الجيش القطري، فيما وضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمساعدة عناصر أمريكية بلباس مدني شاركت في المداهمات والاعتقالات، كما أن قوات عسكرية أمريكية انتشرت في شوارع الدوحة وحول المناطق والنقاط الحساسة بعد نجاح الانقلاب لفترة من الزمن في محاولة لإحباطه. أنباء الانقلاب تزامنت مع بيان أصدرته شخصيات في العائلات الأميرية في قطر برفقة سياسيين معارضين للنظام الحاكم الحالي، أعلنوا عن عدم اعترافهم بشرعية الأمير حمد بن خليفة وتوليتهم لشقيقه اللاجئ في فرنسا عبد العزيز بن خليفة بن حمد آل ثاني إمارة دولة قطر. ووقع البيان 66 شخصية من المعارضة القطرية، من بينهم 16 شخصية من عائلة آل ثاني نفسها. وقد تضمن البيان اتهامات خطيرة للأمير حمد، منها إقامة علاقات مع إسرائيل والعمالة للولايات المتحدة والعمل على تشتيت الصف العربي، إلى جانب التورط برفقة عائلته وعائلة زوجته الشيخ موزة بقضايا فساد وظلم اجتماعي، بالإضافة إلى اعتبار الظهور الإعلامي المتكرر للشيخ موزة وبهندام مخالف للتقاليد القطرية أمرا مخجلا للغاية، بالإضافة إلى تبني البيان الدعوة التي أطلقت عبر موقع الفيسبوك والداعية إلى إسقاط النظام الحاكم في قطر. كما كشفت مصادر في الأسرة الحاكمة عن أن ما زاد حدة الغضب في أوساط الشعب القطري عموما وفي أوساط شيوخ العائلة الحاكمة خصوصا هو تسريب مقطعي فيديو للأمير. الأول يكشف عن زيارة سرية قام بها الأمير حمد بن خليفة برفقة خاله ووزير خارجيته حمد بن جاسم إلى تل أبيب، ويتضمن المقطع ردة فعل الأمير على محاولة المصور الإسرائيلي تصويره، فقال له الأمير بالإنجليزية: لا تفضحنا. وفيديو آخر هو الأخطر، يظهر فيه الأمير حمد يوثق عملية تحميل الطائرات الأمريكية من قواعدها في قطر بقنابل الفوسفور الأبيض والذخيرة والمعدات العسكرية وإنشاء جسر جوي بين الدوحة وتل أبيب مرورا بدولة ثالثة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، الأمر الذي كان يتزامن إلى حد التطابق مع قيام قطر بكل إمكاناتها برعاية وتمويل ملف قطر بمليارات الدولارات من أجل الفوز باستضافة مونديال عام 2022 لكرة القدم. وآخر ما حرر كان طلب قطر من إسرائيل أن تؤمن الحماية للمنشآت الرياضية القطرية أثناء المونديال المذكور نفسه. كل ذلك كان في وقت لم يجد فيه الغزيون معينا ولا نصيرا. وتحت تأثير كل ما سبق من عوامل ومعطيات، يتزايد الحنق والغل والغليان والرفض الشعبي الداخلي في قطر من جهة والشعبي العربي من جهة أخرى للدور القطري المزدوج والمتناقض الذي تتعامل فيه دولة قطر بذراعين. الأولى هي ذراع علاقاتها العلنية الداعمة للفلسطينيين عبر إعلام قناة الجزيرة الذي عرته أحداث المنطقة العربية الأخيرة وفضحت دوره، وبالذراع الأخرى تزود جلاد الفلسطينيين الصهيوني بأدوات قتلهم وسفك دمائهم، ليبقى الرهان أخيرا على اللحظة التي يؤذن فيها للغضب الشعبي داخل قطر وخارجها أن ينطلق. غضب في حال أذن له أن ينفجر فإنه سيحرق ولن يبقي عندها ولن يذر.